بسم الله نبدأ وبه نستعين. مساكم الله بالخير. كان تذكرون الأسبوع الماضي احنا تطرقنا إلى موضوع كان مهم جدا عن موضوع المخالطين. شرحنا لكم تعريف المخالطين، تصنيفهم، الآلية اللي تتبع في كيفية الإجراءات المتبعة مع المخالطين، وأكدنا طبعا بأن الفترة الأخيرة وانتم لاحظتوا هالشيء بأن هناك أعداد متزايدة في الحالات القائمة، ورجعنا إلى الأسباب بأن كثرة الفحوصات اللي هي بسبب زيادة عدد المخالطين أدت إلى زيادة الحالات القائمة. في نقطة يمكن ما ذكرت أسبوع اللي طاف، عدد الفحوصات اللي عملناها حق المخالطين منذ البداية تجاوزت 60,000، فهذا عدد كبير جدا، وهذا أيضا يصب إلى الجهد الكبير اللي قام به فريق تتبع المخالطين، الله يعطيهم العافية. وهنا يجب أن نؤكد للجميع بأن، وهذا طبعا الكل لاحظه، بأن الاستهتار فعلا يؤدي إلى الانتشار، وبأن الالتزام هو الحل الأمثل لانحسار هذه الأعداد. وأنا أتوقع يجب علينا جميعا أن نلتزم بمسؤولية، كوني أنا كفرد وكونك أنت كفرد في المجتمع، وتأكيد بأن المخالطة هي أحد أكثر الطرق اللي تؤدي إلى نقل الفيروس في المجتمع، خصوصا في مجتمعنا، وخصوصا الله يحفظهم كبار المواطنين، هم يكونون أكثر عرضة لهذا نقل الفيروس، وهذا والأصحاب المناعة الضعيفة. وتكون رسالتي أنا صراحة، أو رسالة جميع أعضاء الفريق الوطني للأشخاص الغير ملتزمين، نقول لهم أعد النظر، عليك فعلا الالتزام بجميع الاحتياطات والاحترازات المنشورة والصحية، وأكد من أهمها التباعد الجسدي ولبس الكمام، هو فعلا أقوى سلاح لمحاربة فيروس الكورونا، وطبعا الحد من زيادة عدد الإصابات، وبالتالي تحد من زيادة أعداد الوفيات. فهو أتوقع بيكون واجب علينا، واجب وطني وحماية لك ولأسرتك ولمجتمعك. أكرر الشكر الجزير والعميق لفريق المتتابعين المخالطين على هذه الجهود. 60,000 فحص ومتابعة ليس بالعدد الهين، وهذا يعني يؤكد على أهمية التزامنا ومساندة الفريق الوطني. خلال الخمسة أشهر اللي طافت يعني أثبتت مملكة البحرين باكتساب الخبرة والتجربة الفريدة هذه في كيفية التصدي لهذا الوباء اللي انتشر في أنحاء العالم. فموضوع لهذا اليوم اللي أنا حاب أشارككم فيه هو موضوع تجربة البحرين من ناحية البروتوكول العلاجي المستخدم والتجارب والبحوث السريرية للقضاء على هذا الفيروس اللي اجتاح العالم بأسره. وطبعا هذا يصب على أهمية هذا الموضوع، لأن الهدف من القضاء من هذا الفيروس ليس فقط انحساره، ولكن كيفية علاجه وكيفية التقليل من أعداد الإصابات. طبعا في شهر أبريل الماضي تقريبا، يعني احنا نتكلم على شهر إلى شهر ونص، من أول حالة قائمة تم تشكيل فريق لإعداد وتنفيذ البحوث السريرية المتعلقة بفيروس الكورونا، وكان برئاسة معالي اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قائد الخدمات الطبية الملكية في المستشفى العسكري، اللي كانت أهم أهدافها إعداد الكثير من البحوث الطبية المحلية والمهمة، وكان أهمها علاج البلازما للمتعافين أو البلازما النقاهة. وسمحوا لي اليوم اللي أنا بتكلم شوي بالتفصيل على هذا النوع العلاجي الفريد من نوعه، وكانت المملكة البحرين سباقة في استخدامه كأحد العلاجات السريرية. وهذا بعد يؤكد على أن الفريق الطبي لا يعمل فقط على حد الانتشار من هذا الفيروس، ولكن فعلا سباق في تحديث سبل العلاج اللي خلت البحرين تسابق دول العالم في كيفية تحديث البروتوكول العلاجي. طبعا خلونا في البداية أتكلم على فلسفة ومعنى البلازما النقاهة، ويمكن السلايد وراي يعطيكم شوية نبذة مبسطة عن هذا الموضوع. باختصار، الله سبحانه وتعالى عطانا في جهاز المناعة في جسم الإنسان. جهاز المناعة فعلا من أهم الأجهزة داخل الكائن البشري. في حال تعرض أي إنسان لأي جرثومة كانت، سواء كان بكتيريا أو فطريات أو فيروس نفس الفيروس الكورونا،
فالجهاز المناعي يحاول يكون أجسام مضادة لهذا الفيروس، احنا نسميه الفورين أنتيجين، وذلك للحد من انتشار هذا الفيروس في الجسم، هذا قبل حتى يكون في تدخل هناك علاجي. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤكد على أهمية محافظتنا على الجهاز المناعي. فعلا احنا تعلمنا درس كبير من فيروس الكورونا، كل ما كانت مناعة الإنسان كبيرة كل ما كان هناك أقل من حدة انتقال هذا الفيروس. طبعا هناك عوامل أخرى، ولكن الجهاز المناعي فعلا، وحتى أحد أسباب يعني حدوث الوفيات كانت بسبب انتشار الفيروس وبسبب ضعف مناعة الإنسان، وهذا احنا نؤكد عليه أكثر من مرة بأن احنا فعلا نخاف على أصحاب المناعة الضعيفة، سواء كان كبير في السن أو كان أشخاص عندهم أمراض مزمنة، يعني انتشار الفيروس أو يأخذ الفيروس كنوع من الأدفانتج، كنوع من الوسيلة لانتشاره في جسم الإنسان. فهذه المضادات تكون هي أساسا موجودة في دم الإنسان، ولكن إحنا إذا نأخذ الدم نأخذ شريحة من الدم، يعني نعزل شريحة من الدم اللي إحنا نسميها البلازما. ليش البلازما؟ لأن البلازما هي اللي تتكون فيها أجسام المضادة، إحنا نسميها البروتينز أو البروتينات. هذه الأجسام المضادة فعلا أثبتت بأنها كفيلة في الحد أو التقليل من جميع العوارض، أو حتى إلى انتشار الفيروس، أو حتى إلى لا قدر الله استخدام الجهاز التنفسي. هل هذه دراسة جديدة؟ لا، هذا دراسة احنا تكلمنا طبقت على تجارب أخرى في أمراض السارز وأمراض الميرس كوفي قبلها، ولكن فعاليتها فعلا أبدت كبيرة جدا، وهذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا الله أوجد الفيروس فهو فعلا أوجد العلاج في جسم الإنسان نفسه. فمن تجربة البحرين لهذا هو الأجسام المضادة اللي شفناها، وأنا وعدتكم إن شاء الله سوف نعلن على جميع النتائج هذه لحين يعني صدور البحث الطبي في هذا المجال، ولكن ممكن ألخص ما هي تجربة البحرين من خلال استخدام البلازما اللي ما زلنا نستخدمها. أول شيء إذا أعطي البلازما المتعافين في الوقت المناسب، وهني طبعا يعني نقطة مهمة، هناك وقت فعلا مناسب قبل تدهور حالة المريض، إذا عطيناه في الوقت المناسب لاحظنا الأمور التالية. أولا الأعراض من المرض تكون أقل شدة أو حدة من الشخص الغير يستخدم البلازما. النوع من الثاني شفنا أن الأشخاص اللي إذا عطيناهم نسبة البلازما earlier on أو في وقت مبكر يقلل من استخدامه أو احتياجه إلى الأكسجين الاصطناعي، ومن ثم يقلل حتى من احتياجه لا سمح الله إلى الجهاز التنفسي. فهي فعلا تساعد جسم الإنسان أو جسم المريض المنهك بهذا الفيروس لمحاربة أو القضاء على هذا الفيروس. وهناك طبعا دراسات فعلا نشرت على أهمية استخدام البلازما في الوقت المناسب. قبل ما أشرح ما هي الآلية اللي يعني تسهم في التبرع بالبلازما، أنا طبعا أشيد وأطلب من جميع المتعافين من مرض الكوفيد اللي الله سلمكم منه، إن الله هباكم وأعطاكم الصحة والقدرة على أنكم تتخطون هذا المرض، تذكروا في هناك لكم أخوة وخوات ما زالوا يعني الله يشافيهم يعني مرضى، ويحتاجون منكم هذا النوع من البلازما اللي تساعدهم على التشافي. وسبحانك يا رب، يعني إذا الله أنعم عليك بهالشيء وأنت ساعدت الآخرين فهذا بيكون لك بركة في صحتك، وهذا أنا أعتبره فعلا عمل إنساني ووطني. إحنا عرفنا أن تم فتح باب التبرع في بنك الدم بالبلازما في المستشفى العسكري، واستقبلنا تقريبا أكثر من 200 متبرع أو متعافي من الكورونا، طبعا اللي تنطبق عليهم الشروط، وتقدم لهم بجزيل الشكر والعرفان على هذه الروح اللي أبدوها لمساعدة إخوانهم المرضى. وقبل ما أتكلم هنا عن الشروط والضوابط للمتبرع، في دام هناك هاجس لدى المتبرع، فكلام الحين بخصة للمتبرعين. إذا كنت من الأشخاص اللي تخاف بأن إذا تبرعت نسبة مناعتك بتقل، فأنا أحب أكد لك بأن هذا الكلام غير صحيح. أخذ البلازما من دم المتعافين لا يقلل من نسبة تعافيك ولا يخليك أكثر عرضة لو قدر الله أنك تتعرض لهذا الفيروس.
في نفس الوقت سبحانك يعني هناك فوائد، تبرعك بالدم أو بلازما هناك فائدة، ونحن نعرفها تنشيط الدورة الدموية من أهم الأشياء حق الأشخاص اللي يعني يقدرون يتبرعون، بتنشط من الدورة الدموية، وبالتالي هي بتزيد من فعالية كريات الدم البيضاء اللي هي أساساً راح ترفع من نسبة المناعة. فنحب نطمنكم بأن مساعدتكم للآخرين احنا ايش قلنا فيه بركة، ما بتقلل من نسبة المناعة اللي عندكم، بل بالعكس راح تزيدها. طيب ما هي الشروط علشان حق اخواننا واخواتنا اللي بالبيت موجودين واللي الله حباهم وتعافوا، ما هي الشروط اللي تقدرون تساهمون فيها؟ طبعا قبل عملية التبرع وهي تستغرق تقريبا 10 دقائق، فيها جمع البيانات والتأكد من صحة المتبرع. أول شيء نتأكد بأن فعلا أنت أصيب بفيروس الكورونا، لأن إحنا نحتاج فقط للمضادات الخاصة بهذا الفيروس، فهذا أول شرط. الشرط الثاني بيكون أن المتبرع يتمتع بصحة جيدة، وأنه يكون خلص من فترة العزل ماله الاحترازي لعبارة 11 يوم. هذه نقطة جدا مهمة. نسبة المضادات ضد الفيروس الكورونا تكون أكثر قوة وفعالية تقريبا من 14 يوم وطالع، يعني كل ما زادت المدة من نسبة إصابتك للفيروس كل ما كان أفضل نشاطا لهذه الأجسام المضادة، وبالتالي احنا نحرص على أخذ المتبرعين اللي طاف عليهم 14 يوم من تاريخ الإصابة وتعافوا منه، تكون نسبة المضادات هاي تكون فعلا لها فعالية. طبعا يجب على المتبرع في اليوم اللي ناخذ من الدم انه ما يكون في عند اي اعراض ايا كانت. طبعا هو المجال مفتوح للرجال والنساء، ولكن للنساء اللي ما سبق لهم ان يكونون سبق لهم ان كان لهم حمل. سبب ذلك لان النساء اللي يكون لهم حمل او لهم يعني انجاب يكون في جسمهم بعض المضادات اللي شوي تقلل من فعاليه هذه المضادات. وزن المتبرع مهم، إنه ما يكون أقل من 50 كيلوغرام، وعمر المتبرع يكون ما بين 21 إلى 60 عام. هاي تقريبا هي 7 شروط مبسطة لعملية الشروط اللي يتم فيها قبول دم المتبرعين. أؤكد للمرة المليون إحنا فعلا فخورين بإخواننا وخواتنا المتبرعين لبلازمة، بمتبرعين لبلازمة النقاهة، وكلنا أمل بتجاوب باقي المتعافين. نعم هو واجب وطني، نعم هو واجب إنساني. وفي الختام، إذا كنت تريد أن تشعر بالسعادة الحقيقية فبتشعرها إذا فعلا أقدمت بمتعافين.